هذه الانتخابية من الميادين وفي عناوينها. أيام قليلة تفصل لبنان عن انتخاباته التشريعية، احتدام في المواقف والشعارات. المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن استبعاد المرشحين المتهمين بدعم الإرهاب والفساد من الانتخابات المقبلة. هموم معيشية وتعليمية تخيم على أجواء الانتخابات البلدية في تونس. أهلا بكم إلى الانتخابية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى الانتخابية الأولى لهذا اليوم، وهي انتخابية ليوم الاثنين، وهي انتخابية تمتد على مدى ساعة ونصف الساعة نخصصها اليوم وكالعادة لتطورات الاستحقاق الانتخابي في لبنان والعراق وتونس، حيث تطلعنا موفدتان إلى العاصمتين بغداد وتونس على آخر المستجدات. لكن نبدأ انتخابيتنا اليوم من لبنان، حيث بدأ العد العكسي لانطلاق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 6 من أيار مايو المقبل. التفاصيل نطلع عليها من مراسلتنا بيسان طراف. إذن بيسان، نبدأ مباشرة من آخر المستجدات في الاستحقاق الانتخابي اللبناني. بدأ العد العكسي فعليا لهذا الاستحقاق، تكثر الحركات السياسية. كان هناك حركات مؤخرا للرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، تطلعين على مضامينها بداية. نعم فتون، 13 يوما تفصل اللبنانيين عن موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 6 من أيار، ومع بدء العد العكسي لهذا اليوم الذي من المفترض أن يكون يوما ديمقراطيا، تتصاعد النبرة السياسية ولا سيما بين رؤساء اللوائح الذين ينتهجون بحسب المراقبين الخطاب الطائفي والمذهبي للتجييش ولشد العصب، وأيضا حث الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. آخر الجولات الانتخابية والمواقف العالية النبرة إن صح التعبير كانت من خلال جولة مكوكية قام بها رئيس الحكومة اللبناني رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى البقاعين الغربي والأوسط، وطبعا انتقل فيها من منطقة إلى أخرى، من مجد العنجر إلى سعد نايل إلى زحلة، وكان واختتم جولته الانتخابية في عرسال. مواقف الرئيس سعد الحريري كانت أو بداية حث الناخبين بالتوجه باكرا إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت لمسار الدولة والمؤسسات بعيدا عن مسار الهيمنة على الدولة والمؤسسات. ومن هنا يمكن القول بحسب المراقبين أن سعد الحريري قد حدد المعركة الانتخابية في البقاع، حيث يعني لأول مرة سيحصل فيها تيار المستقبل على مقعد نيابي بحسب المراقبين. يعني حدد هذه المعركة الانتخابية بأنها معركة يعني حماية البلد من حروب المنطقة، أو معركة إدخال البلد وزجه في حروب المنطقة. الرئيس سعد الحريري مواقفه كانت واضحة، موجهة إلى أصدقاء سوريا كما وصفهم. وهنا طبعا تقصد الرئيس سعد الحريري بتكرير هذه يعني بتكرار هذه المواقف في كل منطقة، حاول يعني أو خاطب منصريه يعني قال بأصدقاء سوريا من قلب الطاولة على من يحاولون إعادة الوصاية السورية إلى لبنان. وهنا طبعا هجوم مباشر على المرشح اللواء جميل السيد في دائرة البعلبك الهرمل. أيضا انتقد الرئيس سعد الحريري الانتخاب بالتكليف الشرعي، وهنا
طبعا كانت رسالة واضحة لحزب الله. طبعا زيارة الرئيس سعد الحريري إلى البقاع ترافقت أيضا مع زيارة أخرى لوزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر الذي قام بالزيارة إلى عكار ومن ثم انتقل إلى المتن الشمالي حيث تتنافس هناك طبعا القوى المسيحية الكبرى وهناك طبعا المتن الشمالي المنافسة ستكون على 8 مقاعد بين التيار الوطني الحر القوات اللبنانية الكتائب اللبنانية أيضا هناك لائحة لمن يصفونه بأنه محمية المتن أي ميشيل المرو أيضا هناك لائحة للمجتمع المدني. جبران باسيل أيضا حدد معركته بأنها معركة بين الحقيقة والكذبة وهنا طبعا كانت رسالة ضد رئيس حزب الكتائب اللبناني. على كل حال بيسان تزامنا مع كل هذه الزيارات والحركات كان هناك أيضا مواقف بالمقابل لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا من خلالها إلى نبذ الخطاب الطائفي. إلى من يوجه هذا الكلام نبيه بري وأيضا يعني ماذا يريد من إيصال هذه الرسائل بحسب المتابعة؟ نعم فتون بالفعل يعني بعد مواقف الرئيس سعد الحريري وأيضا مواقف الرئيس جبران باسيل التي أطلقت بالتحديد يوم أمس كان هناك موقف بارز لرئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل نبيه بري الذي طلب بأن يكون يوم 6 أيار هو يوم ديمقراطي يجب أن الابتعاد عن الخطاب الطائفي والمذهبي كما يحاول البعض اعتماده. وأيضا قال الرئيس نبيه بري أن يوم 6 أيار هو سيكون عرس لكل اللبنانيين. نعم فتون أيضا لابد من الإشارة أيضا إلى أن من المتوقع أن يكون اليوم أو يخصص الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خطابا أيضا انتخابيا موجها إلى دائرة كسروان الفتوح جبال وطبعا ستكون هناك طبعا إطلاق وحث الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع يوم 6 أيار. الانتخاب في لبنان إذن سيكون فتون يوم 6 أيار. تبقينا معنا. العكسي. تبقينا معنا هذا الانتخاب في لبنان. بعد قليل سنتحدث عن الانتخابات خارج لبنان للمغتربين اللبنانيين. إذن مرشح دائرة كسروان جبيل العميد شامل روكوز أكد في حديث للميادين ضمن الانتخابية اللبنانية أن الهدف هو إبعاد السياسيين من التدخل في الانتخابات. الشغلة الثانية والأساسية تدخل الأجهزة والدولة بهذا الموضوع وهون التحدي قدامنا كلنا سوا أنه نقطع أي تدخل ممكن يكون بالانتخابات من أجهزة أو من سلطات أو إلى ما هنالك تخلي ننزه الانتخابات النيابية عن التدخلات يعني اللي كان المالية ولا اللي كان أجهزة الدولة وبعتقد ما حدا بيقدر يتهمنا بهذا الموضوع أنه حدا عم يتدخل معنا نهائيا. بيروت ينضم لنا الكاتب الصحفي جوني منير أهلا بك أستاذ منير. نبدأ مباشرة من هذا التصريح للسيد روكوز. هل فعلا الانتخابات المقبلة يمكن تحييدها عن تدخل الأجهزة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية على اختلاف اليافطات يعني إن كانت مؤسسات أمنية مؤسسات مخابراتية إلى آخره؟ أعتقد أن العميد روكوز صادق فيما يريده أو ما يسعى إليه لكن للأسف هنالك يعني جملة مخالفات ومسائل سلبية جرت تسجيلها حتى الآن في هذه الانتخابات لدرجة أنها وصفت بأنها من يعني كما تبدو حتى الآن من أسوأ العمليات الانتخابية يعني مثلا على سبيل المثال إطلاق النار والاعتداءات التي حصلت خصوصا بين تيار المستقبل وخصومه وأيضا بالأمس مع أحد المرشحين إضافة للحديث عن المال الانتخابي والشكوى من موضوع تدخل أحد الأجهزة الأمنية يعني دعيني وما برر على كل حال أدى إلى استقالة إحدى أعضاء هيئة مراقبة الإشراف على الانتخابات أو التي كانت واضحة في تبريرها وفي تعليلها لخطوتها رغم أن البدل المادي يعني دعيني أقول هذا التفصيل هو ربما لكنه مهم يعني البدل المادي الجيد الذي المرتفع الذي يمكن أن تناله وهي بحاجة لذلك لكن آثرت يعني نظرا لحجم التعديات والمخالفات آثرت تقديم استقالتها وعدم الوقوف شاهد زور وأنا أحييها في هذه المناسبة.
لذلك حتى الآن لا تبدو هذه الانتخابات يعني تسير في الطريق السليم، بدءا من التدخلات والمشاكل والمشاكسات وأطلاق النار وموضوع الأموال وكل ذلك كما هو حاصل. طيب يعني في التفاصيل لا تتفاقم هذه في التفاصيل وبحسب المتابعة، فيديو تسليم رئيس بلدية جونيا جوان حبيش مفتاح كسروان لحزب الله للأمين العام لحزب الله أثار ردود فعل كثيرة، كثير منها كان صاخب، يعني إلى أي حد تستدعي مثل هذه النقطة أو هذا التفصيل كل ردود الفعل المتضاربة، وعلى ماذا يدلل ذلك؟ هل نحن أمام تجاذبات سياسية قد تعقد المشهد أكثر ما بعد انتهاء هذه الانتخابات؟ سيدتي، نحن في مرحلة في آخر مراحل الحملات الانتخابية، وعادة في هذه المرحلة كنت أستمع منذ قليل إلى التقارير لمندوبيكم حول الخطابات السياسية أو الخطابات المعلنة والتي هي انتخابية تطال الغرائز بشكل بحت ولا علاقة لها أبدا بالمضمون السياسي أو المواقف السياسية لكل فريق. بكل الأحوال ما حصل في جوني أعتقد يعني برره أو قاله شرحه رئيس البلدية، وبغض النظر إذا كان التبرير هو من أجل التخفيف أو إذا كان هذا، يعني أعتقد أنه في هذه المرحلة الساحات ولبنان مشهور بتناقضاته المذهبية والطائفية، الساحات تكون معبأة مذهبيا وهو ما يفعله كل مرشح من أجل أن ينال الحصة الأكبر، ونحن ندرك جيدا أن العصب الديني أو الطائفي أو المذهبي هو مسألة ربيحة يعني، وتستطيع أن تأخذ بقدر الإمكان أن تنال توسع المساحة تبعها. لذلك يعني لم كان ليس مفهوما لكن منطقي في أجواء الانتخابات أن يجري استغلال هذا الموضوع وطرحه في سوق الانتخابات النيابية في سوق الحملات الانتخابية. علينا أن نتذكر في العام 2009 كيف كان يعني التجيش المذهبي أيضا، وثم في اليوم التالي وجدنا الرئيس سعد الحريري في دمشق، وجدنا حكومة موجود فيها حزب الله ولها معايير وموازين مختلفة. لذلك أنا لا أحمل في هذه المرحلة أي موقف يعني مضمون سياسي، لكن أضعه فقط وفقط في الإطار الانتخابي، ولو أنني أرى أن الحملات الانتخابية التي تأخذ هذا المنحى المتطرف إنما لا تكون محسوبة ولا تكون عقلانية ولو بالحد الأدنى، لأن هنالك يوم غد يعني عنيت به يوم الغد لصدور النتائج. لكن العودة إلى اللعب على شد الوتر الطائفي، شد العصب الطائفي، هذه الخطابات، استخدام بعض المصطلحات التي يمكن أن يجذب بها بعض الناخبين، إلى أي حد هي تشكل خطورة الآن على الساحة اللبنانية حتى ما بعد الانتخابات؟ ما بعد الانتخابات لا أعتقد يكون يعني مع الأسف الساحات في لبنان تأتمر بزعمائها، وفي اليوم التالي عندما تهدأ الأمور ويذهبون بالاتجاه السياسية الواقعية يعني يحصل بعض العتب، وكما حصل في 2009 كانت ذروة في 2009. يعني مع الأسف أنا لا أوافق، لكن هذا الواقع أن في لبنان المادة المذهبية أو المادة الطائفية هي الأكثر كسبا للأصوات مع الأسف أكرر، ولذلك يعني أتفهم كل ما حصل إن كان يمينا أو يسارا أتفهمه، لأن نحن على بعد يعني 10 أو 12 يوم من الانتخاب من فتح صناديق الاقتراع. وصلت الفكرة، تبقى معنا أستاذ منير رجاء، نستمع الآن إلى كلام المرشح عن دائرة زحلة لي ماروني ومن ثم نعود إليك لنكمل هذا النقاش. إذن مشاهدينا، أيضا من جهته قال المرشح الانتخابات النيابية عن دائرة زحلة إلي ماروني في برنامج الانتخابية لبنان إن حزب الله هو جزء أساسي من المكونات اللبنانية رغم الاختلاف معه في موضوع السلاح. ماروني أشار إلى استعداد حزب الكتائب الدائم للحوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية في لبنان. كنا نطالب ببحث جدي لاستراتيجية دفاعية، ما كنا عم نطالب انه اليوم حزب الله بده يسلم سلاحه، لكن خلينا نحط اسس للمستقبل نتفاهم عليه. نحن انا اطلقت مقولة يعني، وانه لا لبنان بدون الشيعة ولا شيعة بدون حزب الله، ما يعني كنت دائما رددها سواء كنت على المنار او على الام تي في او على ال بي سي، خطابي واحد انا ما بيتجزأ. ونحن انا دعوت لاني قناعاتنا السياسيه تدعو دائما الى التفاهم،
حزب الله جزء أساسي من المكون اللبناني، نختلف معه في موضوع السلاح والاستراتيجية الدفاعية. من جديد إليك أستاذ جوني نير. إذا هذا الكلام للنائب ماروني كيف يمكن أن يفهم وأن يقرأ؟ أنه هل يمكن أن نشهد من جديد حديث أو حوارات وتفاهمات مثلا ما بين الكتائب وحزب الله؟ هذا الموضوع مستبعد بعد الانتخابات لأنه الاصطفافات تبقى كما هي. لا، ليس مستبعدا بعد الانتخابات. أعتقد المرحلة ستكون مختلفة واضحة، يعني ستكون واقعية بعد الانتخابات وعلينا الإقرار بذلك. وهي واقعية بأي معنى؟ واقعية بأي معنى؟ يعني سيكون لبنان أمام فرصة لبناء دولة حقيقية. ربما البعض يلعب على وتر الذاكرة الضعيفة للبنانيين، لكن علينا أن نتذكر أن مثلا وزير الداخلية مهاد المشنوق الذي يحمل الآن خطابا وصل به إلى وصف البعض شريحة من اللبنانيين بالأوباش، أيا كانت انتماءاتهم أو وصفهم بالأوباش، وبالتالي في إطار رفع الغريزة. لكن نهاد المشروق بالتحديد عندما أصبح وزيرا للداخلية وكان ووصل على أساس أنه صقر أحد صقور في تيار المستقبل، هو وزير الداخلية بالتحديد الذي استقبل الحاج وفي صفا في اجتماع رسمي في وزارة الداخلية، وهو ما لم يفعله أي أحد قبله، ولا اعتقد ان يعني اي حتى خصم له او في الفريق الاخر كان قادرا على ذلك. علينا ان نرى الامور، هو يعني هذه حقيقه واقعيته السياسيه. لذلك اقول ان تطرف الخطابات الان وملامستها المسائل التي تثير القواعد الشعبيه او المساحات لدى الناس، يعني أفهمها، لا أوافقها لكنني أفهمها، لأنها تأتي تندرج في إطار الحملات الانتخابية وعلينا أن نأخذها. برأيك لبنان فعلا أمام فرصة لبناء دولة يطمح إليها اللبنانيون ما بعد هذه الانتخابات انطلاقا من الواقعية التي تحدثت عنها؟ أعتقد أنه رغم كل شيء، مثلا أستطيع أن أكشف لك مسألة، أن الخطوط التواصل الغير منظورة ما بين تيار المستقبل وحزب الله كانت موجودة، ما تزال موجودة حتى هذه اللحظة، وأن هنالك خطوط حمر في هذه الانتخابات. يبدو أن طبعا خطوط حمر قد تكون يعني في بعض المسائل يبدو أن الجميع ملتزم بها، تيار المستقبل وحزب الله. ما هي هذه المسائل؟ الحر وكل الناس. ولذلك أقول وهذه الخطوط الحمر لا تبدو، لا يمكن أن تكون ظاهرة كمثل بعض المواقع أو بعض الدوائر أو ما إلى ذلك. لذلك أنا أقول هلأ الاستنتاج الأول، ربما يمكن السؤال الأجدر، هل هذا القانون أو القانون الانتخابي أثبت أنه يعني قانون جيد؟ أنا لا أعتقد ذلك. ظهر هذا القانون وكأنه مسخ حتى الآن، وهو لا يلائم أو اللبنانيين مش معودين عليه، أو ربما يعني قد لا يصدر النتائج أو الطبقة النيابية التي يشتهيها اللبنانيون. وأعتقد أن هذه هي النتيجة الأولى لهذا الموضوع، وهو ما سيحصل في المرحلة اللاحقة. لكن بالنسبة للمرحلة اللاحقة أنا لست قلقا، ربما أنا قلق من الآن وحتى الانتخابات في ظل هذه الأجواء التي لا تحمل سقفا وتذهب باتجاهات يعني غرائزية حتى الآخر حتى النهاية. ربما أنا قلق من حصول يعني صدامات غير محسوبة ما يؤدي. لكنك تحدثت في نفس الوقت عن خطوط حمر تحديدا ما بين تيار المستقبل وحزب الله. ما هي هذه الخطوط؟ يعني على الأقل إن لم يكن هناك معلومات بالتخمين. أعتقد أنه في بعض الدوائر يمكن أن نستنتج ذلك، لست مخولا بأن أتحدث لأنني سمعت بذلك بتواتر، لكن أنت ترين يعني أنه في بعض الأماكن أو في بعض المواقع ربما الأمور لم تذهب في اتجاهات يعني ما في كسر بين بعض. يعني مثلا على سبيل المثال أنا لا أعتقد أن تيار المستقبل في دائرة زحل، ربما لأن هنالك مقعد شيعي لدى كلا الطرفين ومقعد سني لدى كلا الطرفين. أنا لا أعتقد أن تيار المستقبل سيذهب في معركة كاسرة أو لكسر الجرة مع حزب الله على المقعد الشيعي، ولا أيضا حزب الله سيذهب باتجاه المقعد السني، يعني أن يكسر وأن يذهب باتجاهات كاسرة في المقعد السني الذي على لائحته. يعني فيك تستنجي من هون وبالطالع، إضافة إلى أن هنالك تواصل
من اجل يعني المسائل اللي من اجل عدم حصول صدامات او عدم انتقال التشنج او التشنج الحاصل الا ينتقل الى حصول صدامات لا سمح الله على الارض. اشكرك جوني منير الكاتب الصحفي، كنت معنا مباشره من بيروت. من جديد اليك بيسان، اذا مراكز الاقتراع ستفتتح قريبا خارج لبنان لينتخب ولاول مره المغتربون اللبنانيون، لو تعطينا لمحه عن كيفية الانتخاب بمعنى يعني عدد الناخبين، ما هي الدول التي ستفتح فيها مراكز الاقتراع لهذه الانتخابات؟ نعم نعم فتون، وزارة الخارجية اللبنانية طبعا كانت قد حددت أن أكثر من 82 ألف ناخب سيتوجهون على مدى يومين إلى مراكز الاقتراع في الخارج. في 6 دول عربية سيتم الاقتراع يوم 27 من نيسان الجاري، أي بعد حوالي 5 أيام، وفي 34 دولة أخرى سيتم الاقتراع يوم 29 من شهر نيسان الجاري. 116 مركز انتخابي حددته وزارة الخارجية ضمن 230 قلم اقتراع. أما عن بعض الأصوات التي كانت قد شككت بنزاهة هذه الانتخابات، أعلنت وزارة الخارجية وأيضا وزارة الداخلية اللبنانية أن الآلية لمواكبة هذه العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة قد أصبحت جاهزة عبر يعني تجهيز كاميرات لنقل العملية الانتخابية مباشرة على الهواء، أيضا التواصل مع القناصل والمندوبين التي يعني حددتهم وزارة الداخلية للاطمئنان لسير العملية الانتخابية بنزاهة، وأيضا مراقبة دولية كانت أيضا قد حددتها وزارة الداخلية لسير العملية الانتخابية. وزير الخارجية جبران باسيل أيضا قد أشار إلى أن صناديق الاقتراع بعد أن يتم ختمها بالشمع الأحمر سترسل عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى لبنان، سيتم إيداعها في مصرف لبنان على أن يتم الفرز بالتوافق مع عملية الفرز هنا في لبنان. نعم فتون. شكرا جزيلا لك بيسان طراف على كل هذه المعلومات في الانتخابية لهذا اليوم. ونبقى الآن مشاهدينا مع فقرة أولاد البلد أو أولاد البلد. هون قطعة من الزنبق، ما تقفل هون ما في مشكلة. أمان هيدي أجمل بقعة بالدنيا أنا خلقت هون وربيت هون وراح ضل هون وراح موت هون. أنا بفتخر وقت بيسألوني وبقول لهم من الهرمل، بقول لي بالهرمل ممكن يكون عندكم طفار، ممكن يكون عندكم تجار مخدرات. لا، بالهرمل عندنا زراعة الأسماك فريدة بلبنان هيدي، وعندنا المهندسين وعندنا الدكاترة وعندنا القضاة وعندنا المحامين وعندنا الإعلاميين البارزين كمان. هاي السمكة خوينا، يعني خوينا مع بعض لأنه في مصلحة مشتركة بيناتنا، اثنيناتنا بنحب المي. هيدي السمكة لتربى بدها مي نظيفة، مي تشرب، مي كتير حلوة. كمان أهل المنطقة بدهم نفس المتطلبات ليعيشوها. لأي هي هيدي سمكة بتاكل كتير، بس وقت منكتر أكل بيموت السمك. زرنا كتير بلدان بتلم من حضارات هيدي البلاد، بتحاول تعمل انت حديقتك الخاصه اللي هي ببلدها. ما حدا بيقدر يخترع من السفر، باخذ انا شيء بعرفه تعلمته شفته ببلاد برا وبحاول طور عليه، بحاول اعطي نموذج اجمل. تفضلوا. هون بنعمل التدخين التقليدي، هيدا اللزاب اللي من جبل عندنا من فوق، هيدا بينقع السمك فيه لمدة 14 ساعة. هيدي المنطقة ممكن تتحرك اقتصادياً من وراء هيدي الزراعة، زراعة الأسماك وتصنيعها. بتعتمد تقريباً 60% على الإيد العاملة،
و40% على المكنات للتقليب وللتوضيب. اولاد الهرمل كلنا مثل نهر العاصي بنكون على طول بنحاول نعاكس التيار، بس طبعا بطريقه حلوه مش بطريقه بشعه. مع فقرة أولاد البلد ننهي الملف الانتخابي اللبناني ونتابع هذه الانتخابية مشاهدينا من العراق مع موفدة الميادين إلى هناك دينا زرقط، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا إلى الانتخابية والتي نستأنفها من هنا من العاصمة العراقية بغداد، حيث نطلعكم على آخر التطورات في الشأن الانتخابي. إذن أكدت المفوضيات العليا للانتخابات العراقية التزامها باستبعاد المرشحين الذين يثبت القضاء تورطهم بقضايا الإرهاب والفساد وبمنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال عضو مجلس المفوضين حازم روديني إن الحكومة تتحمل مسؤولية مشاركة المرشحين المتورطين بشبهات الفساد وقضايا الإرهاب، لأن معلومات المرشحين وإدباراتهم الشخصية خضعت للتدقيق من قبل الجهات التنفيذية المعنية. شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أهمية العمل من أجل عدم عودة الطائفية وعدم الاستماع إلى الأصوات التي لا تريد للعراق خيرا. وفي كلمة أمام تجمع لعشائر الأنبار حي العبادي دورهم ووقفتهم الوطنية ضد العصابات الإرهابية، وأضاف أن الدماء التي سالت في الأنبار دليل على وحدة العراقيين عندما هبوا للدفاع عن العراق ولم ينطلقوا من غايات سياسية إنما من أجل وطنهم. أشاد نائب الرئيس العراقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي بدور العشائر في إنجاح الانتخابات المقبلة. وفي كلمة له خلال احتفال جماهيري في محافظة النجف أكد أهمية إطلاق مسيرة الخدمات من جديد، إضافة إلى معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وإشراكهم في إكمال عملية البناء والإعمار. المالكي دعا إلى التكاتف والتعاون والتضامن لبناء العراق. حذر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم من انتخاب ما وصفهم أو من وصفهم بالمقاولين في السياسة، والذين ينفقون الأموال الطائلة من أجل الوصول إلى المنصب التنفيذي أو التشريعي. وخلال لقائه جمعا من شيوخ ووجهاء عشائر ذهبات في منطقة بغداد، دعا الحكيم إلى استثمار الفرصة التاريخية للتغيير والإصلاح وإصلاح الحال وضرورة التمعن في الاختيارات والتصويت للقائمة الموثوقة وللمرشح النزيه. رئيس جماعة علماء العراق ومرشح تحالف الفتح الشيخ خالد الملا أكد أن الحشد الشعبي يتكون من العراقيين، داعيا إلى كسر جدار الطائفية. وأضاف في برنامج الانتخابية العراق على شاشة الميادين أن العراق فريسة الإعلام المغرض والذي يحاول تضليل الرأي العام. الحشد الشعبي كله من أبناء العراق، نحن كسرنا جدار الطائفية، اختبرنا وكسرنا، بقى الذي يكسر هذا الحاجز أبناء الشعب. لا زالت بعض القوى، بعض الشخصيات تلعب على وتر الطائفية، ولذلك هذا التقرير فيه جانب من الصحة. من جانبه أكد القيادي في تحالف تضامن العراق طلال الزوبعي أكد أن بعض القوى السياسية تمارس الطائفية، معتبرا أن تطبيق مبدأ الإصلاح سيحقق المواطنة في العراق. احنا لازم نقر على ان تفكك القوى ذات الصبغه الطائفيه، تفككها ودخول دخول اطياف المجتمع العراقي او طوائف المجتمع العراقي في كتل مشتركه، هذا احد العناصر والرسائل الايجابيه لمساله تجاوز الطائفيه في البنى الفوقيه، على الرغم من وجود شخصيات سبقا وان مارست الخطاب الطائفي من ضمن اللي موجودين في قيادات الكتل الان، لكنه احنا نتقدم الجانب النمو في الإصلاح والديمقراطية والانتخابات هي مو ثورة تؤدي إلى نقلك من شكل إلى شكل آخر، هي عملية نمو بطيء ومتواصل من أجل الوصول لهدف أسمى وهو ولادة المواطنة.
اتهمت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف الائتلافات السياسية بعدم الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي الذي وقعته برعاية الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات. وأشارت نصيف إلى ممارسة التسقيط السياسي واستهداف المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي وتمزيق صورهم، وأضافت أن المؤسسات الرقابية من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لم تأخذ دورها الفاعل لردع تلك الخروقات ومحاسبة المتجاوزين. وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مراسلنا محمد الفهد. محمد، إجراءات جديدة للمفوضية، أين وصلت استعداداتها حتى اليوم؟ نعم دينا، ضمن إجراءات مفوضية الانتخابات لإنجاح الانتخابات في العراق وضمن استعدادها مع اقتراب هذا الموعد، اتخذت عدة إجراءات لجهة تنظيم هذه العملية على مستوى التنافس الانتخابي وعلى مستوى سلامة ملفات المرشحين وخلوها من أي مؤشرات أمنية. هي تحدثت عن أنها ستتخذ خطوات ضد المرشحين الذين يثبت تورطهم أو انتمائهم إلى الإرهاب أو كذلك تورطهم بملفات فساد، وحملت الحكومة اكتشاف أي ملف يخص أي من المرشحين لعدة اعتبارات أن معلومات المرشحين قد مرت بعدة بوابات مهمة وعلى رأسها وزارة الداخلية لتدقيق معلومات المرشحين، ومن ثم وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، والجهات التنفيذية الأخرى المرتبطة بالحكومة هي من قامت بعملية تدقيق وتأكد من صحة معلومات المرشحين، هذا مبدئيا. ثم بعد ذلك مرت هذه المعلومات بهيئة المساءلة والعدالة والخاصة بالتأكد من عدم انتماء أي مرشح إلى أجهزة النظام السابق. وبالتالي تقول المفوضية إذا ما تم اكتشاف أي مرشح في الفترة الحالية ولا سيما بعد انتهاء عمليات التدقيق فإن الحكومة ربما تتحمل جزءا من هذا الاكتشاف، لأن المرشح ربما قد مر من هذه البوابات المهمة التي يفترض أن تأخذ دورها بشكل فاعل وجدي لكشف أي معلومات تتعارض والنظام الانتخابي والقانون العراقي. هذه الإجراءات التي تتخذها المفوضية هي مكملة لبعضها على مستوى الاستعداد اللوجستي، على مستوى وضع آليات تمنع تزوير الانتخابات أو التلاعب بنتائجها، كذلك اتخذت عدة إجراءات تتعلق بسلامة صوت الناخب وسلامة أجهزتها الإلكترونية من التلاعب لجهة يعني تلاعب المرشحين والكتل السياسية بها أو حتى الناخب، وبالتالي تقول أنها ستفرض عقوبات على من يقوم بتلك الإجراءات، وأيضا وضعت عدة خطوات بالتعاون مع جهات أمنية عراقية لحماية مراكز الانتخابات وكذلك جهات أمنية عراقية للتعاون على منع حدوث أي خروقات أو تلاعب بالنتائج. أيضا على مستوى الأمور الفنية فالمفوضية أكدت أنها أيضا وضعت آليات لا يمكن التلاعب من خلالها، وهي آليات تستخدم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. إذا ما تحدثنا عن العدوى الفرز الإلكتروني الذي أجمع عليه الأطراف السياسيين وكذلك وافقوا على أن يكون العدوى الفرز فقط محصور بأجهزة العدوى الفرز الإلكتروني، وأيضا المفوضية وضعت يعني إجراءات أخرى ومن ضمنها التصويت الإلكتروني، أي الاستغناء عن الأقلام العادية في اختيار الناخب لمن يمثله من المرشحين، وهي عمليات محكمة ربما تغلق جميع الثغرات التي من خلالها قد يقوم البعض بالنفوذ إلى الجو الانتخابي والتأثير عليه. طب أيضا من أجواء الاستعدادات للانتخابات اليوم تبرز مواقف تؤكد على دور العشائر في إنجاح العملية الانتخابية، المزيد من هذه المواقف أين تصب أيضا، كيف نفهمها؟ يعني دينا، الاعتبار أن النظام العشائري أو العشيرة هو يمثل جزء كبير من المجتمع العراقي، وبالتالي هذه العشائر هي منظومة تعمل تحت القانون والدستور العراقي، لكنها أيضا لديها عاداتها وتقاليدها وترابطها الاجتماعي، وبالتالي هي قادرة ربما على التغيير وعلى ضبط إيقاع العملية الانتخابية من خلال توصياتها أيضا لأفرادها الذين ينتمون إلى هذه العشيرة، وكذلك حث هذه المنظومة المجتمعية على أن يكون لها دور من خلال بث الوعي، من خلال بث توصيات، من خلال التحفيز على التغيير، وكذلك على ربما إخراج الأفراد المنتمين لها ممن ربما يريدون التأثير على الانتخابات أو ممن يدعون إلى التسقيط السياسي المتبادل من أجل يعني ضبط هذه العملية وجعلها خالية
من كل الثغرات. نعم دينا. نعم طيب أيضا على صعيد التحالفات ما بعد الانتخابات حتى الساعة، هل من ملامح محمد لهذه التحالفات؟ يعني لنبدأ بالتنافس دينا، التنافس هو تنافس حذر حاليا بين الأفرقاء السياسيين ومختلف الكتل السياسية. هذا الحذر متأتي من التفكير بما بعد الانتخابات. الكتل لا تريد أن تجعل هنالك فجوات وخصومة فيما بينها، لأنها وضعت حسابات لما بعد الانتخابات على مستوى التحالفات. في الوقت الراهن هنالك حراك وتواصل واتصالات ما بين أغلب الأفرقاء السياسيين لرسم الخارطة المستقبلية للعملية السياسية والحكومة المقبلة. ربما وضعت بعض الكتل خطوات فيما يخص التحالفات المستقبلية من الآن، من خلال مغازلة بعضها البعض، من خلال ربما الحديث عن أن الكتلة الفلانية تشبه برنامجها الانتخابي، وبالتالي هي خطوات تصب لصالح التحالفات المستقبلية. فيما يخص التحالفات المعتادة أو الأنماط السابقة فهي تغيرت، لأن بيوت التحالف الثلاث الكبيرة قد تفككت إلى أحزاب وتيارات جديدة وأحزاب فتية. كذلك هنالك تحالفات ضمت نقيضا سياسيا وأيديولوجيا ومذهبيا، بالتالي بات ينظر إلى هذه الكتل الجديدة أو صاحبة البرامج الجديدة وكذلك المضمون الجديد من خلال الشخصيات الداخلة في هذه التحالفات، ينظر لها من زاوية أنها هل قادرة على أن تكسر جميع الأنماط السائدة في العملية السياسية العراقية في المستقبل، أم أنها ربما تعود إلى نفس خيمة التحالفات السابقة وبالتالي تعود إلى التخندق ضمن التحالف الذي يمثل القومية أو المذهبية في العراق. لكن المؤشرات الحالية فيما يخص خارطة التحالفات السياسية ربما تشي بنوع من التغييرات، وهي أيضا ما تطالب به بعض الأطراف السياسية العراقية. لكن تطبيق هذه الرؤى وكذلك هذه الطموحات السياسية يبقى رهينا بإعلان النتائج الانتخابية، والتي ربما عادة ما تغير كثيرا من طبيعة وملامح التحالفات الانتخابية، لأن التحالفات السياسية عادة ما تكون مبنية على أساس المصالح المشتركة. نعم. والبرامج المشتركة. نعم إذا الزميل محمد الفهد مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. بكل حالات سنتابع مع الزميل محمد الفهد حول هذا التقرير عن التنافس الانتخابي الحذر بين الكتل السياسية العراقية، والذي طغى عليه تجنب القطيعة المسبقة بين الأفرقاء نتيجة تغير قواعد اللعبة الانتخابية، ما يفرض حاجة الكتل السياسية لبعضها البعض من دون استثناء لتشكيل التحالفات بعد الانتخابات. الزميل محمد الفهد ونتابع. الابتعاد عن المواقف التي تؤدي إلى القطيعة بين الكتل السياسية بعد الانتخابات هو المبدأ الذي يسير عليه المرشحون أثناء حملاتهم التنافسية وفق قراءات المراقبين. فحاجة الكتل المتبادلة لتشكيل الحكومة والتحالفات المقبلة جعلتها تتجنب خشونة التصريحات وأساليب التصعيد في لهجة الخطاب المعتمدة. قراءة المسبقة لنتائج الانتخابات تعطينا مؤشر على أن لا فائزة مطلقة في هذه الانتخابات، يعني بتعبير آخر لن يستطيع كيان أو حزب أن يفوز بالأغلبية المطلقة، فهو لابد يحتاج إلى التحالف مع آخرين. هذا التحالف هو الذي سيحدد الجهة التي ستتولى 2018-2022. التنافس الحذر لم يخلو من الغزل السياسي خلف الكواليس، فقنوات الاتصال لا تنقطع حتى بين خصوم الأمس. الأطراف السياسيون يتحدثون عن إلغاء الخطوط الحمراء ولا يستبعدون أي تقارب مرتقب فيما بينهم. الخارطة السياسية لا تكتمل إلا بمزيد من التحالفات وتقاطع المصالح وفق المراقبين. النخب السياسية في العراق تصبو إلى الاستحواذ على السلطة وليس ببناء المؤسسات وبناء أسس الدولة، فلذلك همها الأول والأخير هو تقاسم مغانم السلطة وليس بناء الدولة العراقية المنشودة بالموضوع. الكتلة العابرة للمذهبية والقومية والغائبة عن مشهد التحالفات الانتخابية يقول المؤمنون بها إن حظوظها ستكون وافرة بعد الانتخابات في ظل تشابه برامج الكثير من المرشحين، وعلى رأس تلك البرامج إلغاء الأنماط السابقة.
خلو التنافس الانتخابي من مؤشرات الخصومة المباشرة كما كان معهودا في السابق يترجم مدى شعور الأفرقاء السياسيين بحاجة بعضهم إلى بعض نتيجة المتغيرات التي طرأت على بيوت التحالفات الكبيرة بعد تفككها إلى تيارات وأحزاب جديدة. محمد الفهد، بغداد، الميادين. وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا من محافظة ديكار المرشح عن تحالف الفتح السيد نسيم الزيرجاوي. أهلا بك سيد نسيم. نسأل بداية انطلاقا من هذا التقرير الزميل محمد الفهد، على أي صعيد تجدون تقارب مع بعض التحالفات ومع بعض طبعا التحالفات، ومن هي هذه التحالفات التي تجدون تقارب معها إذا وجدت؟ في البدء تحية لكم وتحية لمشاهدي قناة الميادين. هنا حقيقة لا يوجد في الوقت الحاضر أي مؤشر، يعني كل الكتل الآن مشغلة في مسألة الانتخابات، بعد الانتخابات مخرجات الانتخابات ونتائج الانتخابات هي التي تحدد مع من نتفاوض مع من نتحالف. لا يوجد هنالك لا خطوط حمراء ولا خضراء مع بس أي تحالف آخر. في الوقت الحاضر كل الكتل منشغلة بمخرجات أو نتائج الانتخابات، نتائج الانتخابات هي التي تحدد مع من نتفاوض. نعم. طيب من حيث البرنامج الانتخابي ما هي أولوياتكم؟ يعني نحن في محافظة ذيقار قد نختلف عن بقية المحافظات. نحن محافظة ذيقار مستوى اقتصادي متدني، وبالتالي نحن ساعين في تحالف الفتح على تحقيق حقيقة متبنى تحالف الفتح هو ما نتقيد فيه، لكن في داخل المحافظة حقيقة لدينا مطالب قد تكون مختلفة. تعرفون أن محافظة ذيقار محافظة مغلقة، لا يوجد لدينا لا مركز بحري ولا مركز بري، بالتالي نحن نسعى في محافظة ذيقار إلى تأسيس أو العمل على تأسيس صندوق البترودولار، القطع المباشر لمبلغ البترودولار. محافظة ذيقار المحافظات الواعدة في إنتاج النفط، من المتوقع بأن يكون حجم إنتاجها يوميا مليون برميل، وبالتالي نحن في حدود شهر سوف يكون رصيد المحافظة 30 مليون، وبالتالي نحن في كل شهر نستطيع أن نقيم مؤسسة إنتاجية. هذه المؤسسة حجم سوف تؤدي إلى تقليل حجم البطالة، يعني من المتوقع بأن تكون في خلال سنة نحن 6000 وظيفة. هذا من جانب. الجانب الآخر، نحن محافظة ذيقار المحافظات التي يوجد فيها مستوى درجة يعني نسبة عالية، بالتالي نحن نسعى لتوفير مفردات البطاقة التموينية، الاهتمام بشريحة الشباب، الاهتمام بجانب السياحة. لدينا المئات من المناطق السياحية والمرافق السياحية مهملة حقيقة، لحد الآن لا توجد نظرة من الحكومة المحلية. نحن حقيقة سوف نسعى جاهدين إلى إنعاش هذا الجانب. نحن في محافظة ذيقار نختلف عن بقية المحافظات الأخرى، تمليك الأراضي الزراعية المحافظة الوحيدة التي لا توجد فيها يعني أغلبية الأراضي التي توجد لدينا في الوقت الحاضر هي ملك الأجداد، وبالتالي لا يوجد أي سند قانوني. فنحن ساعين نسعى لتطويب جميع الأراضي الزراعية لشاغلها. النقطة الأخيرة والأهم والتي لا يعرف العالم، الناصرية من المحافظات الموبوءة بمرض السرطان. نحن سوف نسعى جاهدين لتوفير التأمين الصحي لمرضى السرطان. الناصرية فيها لحد الآن تقريبا حسب إحصائيات وزارة الصحة أكثر من 12,000 مصاب بمرض السرطان، ومع الأسف الحكومة وزارة الصحة لم تعطيهم الاهتمام. حقيقة سوف نسعى جاهدين لتوفير هذا الجانب. نعم. طيب انطلاقا ما تحدثت، ويعني لاحظنا بأن معظم مطالب خدمية مائية اقتصادية بالنسبة لمحافظة ذيقار، إلى أي مدى يتماهى هذا البرنامج الانتخابي مع مطالب طبعا لتحالف الفتح مع مطالب أهالي ذيقار؟ بالتأكيد تحالف الفتح هو لدينا نحن إطار عام متمسكين فيه، لكن في المحافظة سوف نسعى جاهدين لتحقيق هذه المطالب. لا يتعارض هذه المطالب لا تتعارض مع مطالب او برنامج تحالف الفتح، لا بالعكس هي تعزز ما نحن تبنيناه في برنامجنا الانتخابي. طيب يتحدث قادة تحالف الفتح عن أنهم سيشكلون قوة مؤثرة في شكل الحكومة المقبلة حتى في رئيسها، على ماذا يعول تحالف الفتح في مخص هذا الموضوع؟ نعم، نحن في محافظة ذيقار حقيقة
وحسب استطلاعات كثيره ونحن يعني هذه الفتره في تجواننا في لقاءاتنا لعدد كبير من افراد من ابناء الناصريه حقيقه تحالف الفتح وقائمه الفتح سوف ان شاء الله سوف تكون لها الغلبه في الانتخابات في المرحله القادمه ان شاء الله وسوف تكون نتائج امامكم قريبا. نعم، ايضا هناك تعويل على تحالف الفتح لتقديم نموذج جديد ربما اذا صح التعبير، الى اي مدى تحالف الفتح قادر على كسر او من ضمن اولوياته كسر النمطيه السياسيه السائده؟ نعم بالتاكيد من يحارب تنظيم داعش ومن يحارب التنظيمات الارهابيه حتما سوف تكون لديه رؤية ولديه مشروع في بناء الدولة. إن شاء الله المرحلة القادمة سوف تكون مثل ما قاتلنا وحاربنا تنظيم داعش، سوف تكون المرحلة القادمة هي مرحلة بناء البلد، وإن شاء الله يعني البلاد تبشر بخير. طيب على صعيد الشباب إلى أي مدى يعني تحالف الفتح يعتمد بشكل أساسي أو هو ناطق إذا صح التعبير باسم الحشد الشعبي، الشباب إلى أي مدى موجود ضمن البرنامج الانتخابي ضمن أولويات تحالف الفتح؟ تعرفون لا بل لا يقتصر على الشباب فقط، لا بل حتى الكثير من كبار السن نحن، لكن الشباب أغلبية الحشد الشعبي هم من الشباب، والشاب هو دائما طاقة متجددة، بالتالي نحن نعتقد بأن الشباب هم الذين يغيرون في المرحلة القادمة. إذا السيد نسيم الزيرجاوي المرشح عن تحالف الفتح حدثنا من ذيقار، شكرا جزيلا لك. 650 ألف ناخب في كربلاء يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المرتقبة. تفاصيل أكثر عن هذه المحافظة نتعرف عليها مع الزميلة ملاك خالد. ملاك صباح الخير وتفضل. صباح الخير دينا، صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم. كربلاء واحدة من الدوائر الانتخابية الصغيرة نسبيا في العراق، يمثلها وفق القانون الانتخابي 11 نائبا من أصل 329 هو إجمالي عدد النواب العراقيين في البرلمان. نحو 650 ألف ناخب سيختارون 11 نائبا من بين 177 مرشحا يتوزعون على 11 حزبا وائتلافا سياسيا. من بين هذه الائتلافات من رشح 22 اسما في لائحته الانتخابية كائتلاف كفاءات التغيير، ائتلاف دولة القانون، ائتلاف النصر، سائرون وتيار الحكمة الوطني، فيما رشح ائتلاف تمدن 18 اسما في لائحته الانتخابية، بينما اختار ائتلاف الوطنية 13 شخصا وهو نفس العدد لمرشحي تحالف البناء والإصلاح. حراك الجيل الجديد اختار 10 مرشحين، أما التحالف المدني الديمقراطي فقد أدرج 7 أسماء في لائحته الانتخابية، بينما اكتفى حزب الداعي بأقل عدد من المرشحين في هذه المحافظة وهو 6. يذكر أنه وفقا لقانون الكوتا النسائية المطبق في هذه الانتخابات ستتمثل العراقيات ب 83 نائبة في برلمان عام 2018، بينهن 3 من هذه المحافظة أي كربلاء التي بلغ عدد المرشحات فيها 48 سيدة. الآن نعود إليك دينا لمتابعة الانتخابية من بغداد. شكرا لك ملاك. في الختام نبقى مع فقرة شناشيل، وشناشيل هي توصيف لتراث معماري عراقي وبغدادي بشكل خاص، وكل عمارة تحكي قصة اجتماعية إنسانية وتاريخية. فقرة اليوم تحكي قصة مقهى الشبندر الذي يختصر جزءا من تاريخ هذا البلد ويتماهى معه بإصراره على البقاء بالرغم من كل محطاته الصعبة والموجعة. لنتابع. الشبندر كبناء أسس سنة 1904 كان مطبعة الشبندر، ولكن عند دخول بريطانيا إلى بغداد 1914 بدلت المطبعة إلى مقهى الشبندر 1917. في 5/3/2007 سيارة مفخرة خيلاتان على المتنبي أدت بحياة 68 شهيد منهم 5 أولادي. مع هذا آثرت على نفسي أن تبقى هذه المقهى للثقافة والخير، وعدناها بأحسن ما كانت عليه، وكما ترين هو منتدى ومحفل
للثقافة ويبتقي، وخاصة الأجنبي أو السائح إذا دخل العراق يتعرف على الشعب العراقي. البغداد عرسوق من مقهى الشابندان، الموظف والشاعر والأديب والموظف المتقاعد العسكري والمتقاعد المدني يأخذ عن تاريخ بغداد من هذه المقهى. أنا حج شاعر من تونس، جئت خصيصا للعراق، شارع المتنبي وللمقهى هذا، لعراقة هذا المقهى واللي أسمع عليه كثير في تونس. في ذاكرتي دائما ونشاهد التلفزيات العربية والعراقية والشامية أيضا، المقاهي هذه وعقلية الحكواتي قديما، وخاصة هذا المقهى لأنه يضم هو ملتقى كل المبدعين العراقيين والعرب الذين يأتون إلى شارع المتنبي. وهذا التراث احنا منحي العريق، لا يوجد علم في العالم إلا في بغداد. المستنصرية ورجال ولا أريد أن أطيل في رجال الطب الزهراوي وابن سينا والحياني والفراهيدي، كلهم علماء قدامى من شتى العلوم، منبعهم من بغداد، ولازم تبقى بغداد أصيلة وتبقى كافح لأجل بغداد. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام نافذة العراق، ونستأنف الانتخابية من العاصمة التونسية مع الزميلة رانا أبي جمعة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستأنف الانتخابية من تونس حيث نطلعكم على آخر المستجدات لجهة الاستحقاق الانتخابي البلدي المرتقبة في 6 أيار مايو المقبل. أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس استعدادها للدخول في مفاوضات جدية وغير مشروطة مع سلطة الإشراف على ألا يتجاوز الانتهاء من هذه المفاوضات 27 من الشهر الجاري. الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أكد أنه تقرر خلال اجتماع الكتاب العامين للجامعة العامة استمرار حجب الأعداد ومواصلة تعليق الدروس، مؤكدا الاستعداد للتفاوض والتفاعل مع مقترحات جدية للحكومة. وأوضح اليعقوبي أن أي موقف متصلب للحكومة سيواجه بقرار مواصلة تعليق الدروس. أزمة التعليم الثانوي وإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز الخلاف بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بحثهما رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي خلال استقباله الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. هذا ودعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وقدرته على تسوية الخلاف بين الطرفين النقابي والحكومي بهدف إعادة التلامذة إلى مدارسهم. اعتبرت الجمعية في بيان لها أن الحل يمر حتما عبر تقريب وجهات النظر والانطلاق الفوري في حوار مسؤول وتغليب مصلحة التلميذ والمصلحة الوطنية قبل كل شيء، مشيرة إلى أن استمرار الأزمة لا يخدم مصلحة الأهالي والتلامذة ولا مصلحة المربي ولا المصلحة الوطنية. في موازاة ذلك أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن النهضة تلعب دور الوساطة في أزمة التعليم الثانوي بهدف التوصل إلى حوار بين الطرفين الحكومي والنقابي. وفي موضوع آخر اعتبر الغنوشي أن المطالبة بتغيير الحكومة ليست جريمة، وأنه يرى في ذلك أمرا إيجابيا يكمن في أن التغيير في تونس يتم برفع الأصابع لا برفع الأسلحة وفق تعبيره. أما انتخابيا فلم ينفي الغنوشي نية حركته العمل مع حركة نداء تونس في إدارة الشأن المحلي بعد الانتخابات البلدية، معتبرا أن المشرع التونسي حدد مسبقا إطارا توافقيا وديمقراطيا لم يعد يسمح لحزب واحد بأن يعمل بمفرده. نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الأحد في قاعة الرياضة المغطاة
المعروفة بالنعروس عملية بيضاء لمحاكاة العمل داخل المكتب المركزي لتجميع نتائج الاقتراع خلال الانتخابات البلدية المرتقبة في 6 مايو المقبل. وحاكت العملية البيضاء المراحل التي تلي مباشرة غلق مكاتب الاقتراع من تجميع وفرز للأصوات في مركز التجميع الخاص بكل هيئة فرعية. وينضم إلينا مراسلنا عماد شتارة. عماد، يعني من الواضح بأن أزمة التعليم يعني لا تزال في دائرة التفاعل، هناك مبادرات وتصريحات ولقاءات تتم يعني فيما خص هذه الأزمة. بداية، هناك مبادرة من قبل التعليم، إلى أي حد يمكن أن تساهم في حل هذه الأزمة؟ نعم رانا، بالنسبة لأزمة التعليم إن صح التعبير، تونس تدخل اليوم الأسبوع الثاني في إطار تعليق الدروس، وإلى حد الآن نقابة التعليم تتمسك بحجب الأعداد الامتحانات، وبالتالي ليس هناك أفق واضح لإجراء الامتحانات الوطنية وإنقاذ الموسم من سنة بيضاء بالنسبة لكل الأسر التونسية. المبادرة التي طرحتها نقابة التعليم والتي ستعرض اليوم على الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تربط مسألة استئناف الدروس بالجلوس على طاولة المفاوضات، وتتمسك بحجب الأعداد في انتظار أن يتم التوافق على حل تصفه بالمجزي بالنسبة للزيادة في الأجور قبل يوم الخميس، أي أنها أمهلت السلطة 3 أو 4 أيام حتى يتم انطلاقا من يوم الجمعة المقبل، يعني إعطاء الأعداد إلى الإدارة لاحتساب يعني المعدلات ووضع رزنامة بالنسبة للامتحانات. هذه المبادرة أول موقف رشح تجاهها كان من الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني الذي اعتبر بأن المخاوف من سنة بيضاء باتت جدية بعد هذه المبادرة التي يعني تقريبا أعادت إنتاج نفس المواقف القديمة ونفس المطالب القديمة، والحال أن موقف السلطة كان واضحا بأن هذه المطالب لا يمكن تلبيتها وأنها تتجاوز حتى إمكانيات الحكومة المادية، وبأن المفاوضات حول الزيادة في الأجور لا تخرج عن المفاوضات العامة للزيادة في الأجور بالنسبة لكل موظفي القطاع العام ولا تخص قطاع التعليم على حدة. نعم، وأسمح لي عماد يعني أن أتوقف عند الرد الحكومي، هل يمكن اعتباره رد رسمي على هذه المبادرة، مبادرة التعليم؟ نعم، هو طالما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة فهذا يعرب عن موقف الحكومة الذي أيضا لم يقدم تنازلات خلال الساعات الأخيرة، ولكن الموقف الجديد جاء على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي قال بأن الهيئة الإدارية التي ستجتمع اليوم بالحمامات لتدارس العديد من الملفات من بينها ملف التعليم سوف تعمل كل ما بوسعها لعدم دفع الأمور نحو الأزمة. كان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تعهد في تصريح سابق بأن الذهاب إلى سنة بيضاء هو خط أحمر، وتعهد بضرورة إيجاد حل لأزمة التعليم، ونعلم جميعا بأن الساعات الأخيرة كانت موضوع لقاء بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطابور. نعم، ولكن قبل أن ننتقل عماد يعني إلى هذا اللقاء، وهو بالتأكيد يعني لقاء جد مهم، اسمح لي أن أبقى معك فيما خص الاتحاد العام. هناك كما قلت يعني اجتماع للهيئة الإدارية، هل يمكن أن يتم مراجعة هذه المبادرة، مبادرة التعليم؟ ماذا يمكن أن نفهم من التصريح الصادر عن الاتحاد؟ نعم، بالنسبة للهيئة الإدارية لها كل الصلاحيات في اعتماد المبادرة كما وردت أو رفضها أو إدخال بعض التعديلات عليها، وما نستشفه من تصريح السيد سامي الطاهري بأن قيادة الاتحاد تريد تغليب المصلحة الوطنية، ما يعني بأن هذه المبادرة ربما سيتم إدخال تعديل فيما يتعلق بالمهلة الزمنية. نقابة التعليم تطالب بحل في غضون أيام، وربما الهيئة الإدارية ستمدد في الآجال بحيث ربما ترحل مسألة المفاوضات إلى الصائفة ويكون الحل يعتمد قبل استئناف الموسم الدراسي القادم إذا ما كانت هناك نية جدية لإنجاح الموسم الدراسي. دعنا نقول بأنه بالنسبة لرزنامة الامتحانات ولإجراء المناظرة الوطنية لابد من استئناف سريعا للدروس، أيضا بالنسبة للمناخ والجو المحتقن بالنسبة للأسر التونسية ولكافة التلاميذ
التلاميذ، هناك نقص في وضوح الرؤية يلقي بذلاله ويخيم على المشهد ويعزز المخاوف من أن تكون سنة بيضاء. لابد من توضيح رزنامة الامتحانات، وهذا يتطلب أولا إعادة أعداد الامتحانات واحتساب المعدلات ووضع الرزنامة بالنسبة للامتحانات التجريبية والامتحانات الوطنية. نعم. طيب عماد، يعني ذكرت عن لقاء قد تم بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل، هناك ربما تعطل لسبيل الحوار بين النقابة وسلطة الإشراف، هل يمكن لمثل هكذا لقاءات أن تنعكس إيجابا على هذا الأزمة؟ وأيضا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار يعني التصريح الصادر أو الموقف الصادر عن حركة النهضة والدور الوساطة الذي تحدثت عنه. نعم، تمسك كل طرف على حده من حيث النقابة أو الحكومة. الحكومة لديها مخاوف من أن إمكانية الاستجابة إلى مطالب قطاع التعليم قد تثير احتجاجات أخرى في قطاعات أخرى تطالب أيضا بامتيازات، وتؤكد بأن إمكانيات الحكومة المادية لا تسمح لها بالاستجابة لكل هذه المطالب المادية. وبالنسبة للاتحاد، بعد سنة من المطالبة بالجلوس على طاولة المفاوضات يريد ألا يتنازل في الأمطار الأخيرة. من هنا كان لابد من وجود طرف ثالث يتدخل في الأزمة، ربما لتقريب وجهات النظر. واستجابة لنداء جمعية الأولياء، كان تحرك السيد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية من خلال هذا اللقاء مع السيد نور الدين الطبوبي الذي لم يرشح عنه إلى الإعلام أي تفاصيل تذكر، ولكن يبدو أنه يذهب في اتجاه الدفع باتجاه حلحلة الأزمة وطرح حلول عملية لإيجاد بوادر انفراج. أيضا وربما هذا ما يأمله يعني عماد الجميع وتحديدا ربما أولياء التلاميذ. أذهب معك إلى الشأن الانتخابي، يعني شيئا فشيئا يعني بدأت يعني الحملات الانتخابية يعني تشتد حماوة. بالأمس رأينا هناك مشاركة لرئيس الحكومة في المشهد الانتخابي، كيف يمكن أن يلقي بظلاله يعني رؤية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حملة انتخابية لنداء تونس؟ قانونيا ليس هناك أي إشكال في أن يشارك قيادي سياسي في حملات حزبية، ولكن ظهور السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة في حملة لحركة نداء تونس في منطقة قرطاج أثار انتقادات واسعة، خصوصا على مستوى الأحزاب التي اعتبرت هذا يضرب مبدأ الحياد. أن يكون رئيس السلطة التنفيذية في الشارع يساند حملة حزبية لابد من أنه يؤثر نوعا ما في المشهد السياسي، هو يعطي دفعا لحركة نداء تونس وزخما لحملتها، ولكنه يثير مخاوف الأحزاب الأخرى والمتنافسين الآخرين في هذا السباق الانتخابي من أن يقع مس من مبدأ الحياد، رغم كون السيد رئيس الحكومة كان يتجول بلباس مدني في يوم راحته الأسبوعية، ولكن رمزية الشخص ورمزية مثل هذا التحرك لها تداعياتها، وهذا ما يقلق الأحزاب ودفعها إلى اتخاذ مواقف منتقدة لمثل هذا التحرك والزج بين الحزبي والسياسي. دعنا نقول بأن الحملة أدركت أسبوعها الثاني، والآن كل الأحزاب تعمد إلى الوقوف على تقييم سير الحملة في أسبوعها الأول، وتحاول أن تزيد من زخم تحركاتها وحضورها الميداني. نتوقع في هذه الأيام أن تزداد المهرجانات الخطابية والاقتراب من المواطنين للترويج السياسي. نعم، وبالتأكيد سوف نرصدها ونناقش هكذا حملات. شكرا جزيلا لك عماد الشتارة، وأنت مراسل الميادين في تونس. على الصعيد الانتخابي أيضا، أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم لدى زيارته ولاية نابل أن المساجد التونسية محايدة ولم تسجل إلى اليوم أي تدخل دعائي في الحملة الانتخابية البلدية. وذكر وزير الشؤون الدينية أنه تمت عملية فصل أكثر من 100 إمام ورجل دين من وظائفهم بمجرد ترشحهم للانتخابات البلدية وفقا للقانون الانتخابي الذي يمنع الخلط بين الأمرين، وقال إن الوزارة اتخذت هذا القرار لمنع أي نوع من الشبهات بحسب تعبير الوزير. كيف يتوقع التونسيون أن يكون الإقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية؟ من مصلحة المواطن باش يشارك في الانتخابات البلدية، على خاطر كي ما شاركش في الانتخابات البلدية معناها هو قدم استقالته، فهمتني؟ والناس اللي باش يدخلوا للعمل البلدي هما في خدمته، معناها أنا راه ما
من موقعه كمواطن معناه الواحد يلزمه يمشي يختار القائمة اللي يحب عليه، ولكن هو هذا يعمل معناه نتاع مواطنة نتاع مناطق معناه مش عمل سياسي. كي توصل 10% يمشي لهم الانتخابات البلدية روى نحن الرئاسة ومشي للهياش الغلبية والزوالي الزوالي بالعافس ماشي كهو حكي يزيد ليش ماشي بيك باش يحصنوا الوضع ويحصنوا ليهم هم. المواطن التونسي مش باش يشارك، المواطن التونسي اللي ممسوس في قفته وممسوس في قوته اليومي والبطال واللي يشوف في غلاء الاسعار وقدام هالانفلاسيون اللي صايره اكيد مش تم انتخابات بلديه. يحب عداله، يحب عداله اجتماعيه اللي ما عادش تلقاها مع الحزب هذوما مع المسرحيات والتمثيليات. اعطيني حزب نفذ وعوده أنجز وعوده، كل واحد عنده مصالحه، عنده علاقاته، عنده قواعده. نسبة التغيب على هالانتخابات نسبة قياسية جدا، والسبب هو أزمة الثقة اللي صارت في الانتخابات اللي صارت في 2011 و2014. الناس ما عاد عندهم ثقة في حتى واحد، ينتخبوا اليوم بلون غدوة يلقاه بلون آخر، ينتخبوا بوعود كما شفت يعني نداء تونس كان نمشيوا على حساب نداء تونس، رانا اليوم عندنا 6% نمو. ما ثم شيء، كل ما عاد حتى واحد يصدق واحد خاصة السياسيين. صفاقس تعيش أجواء السبق الانتخابي البلدي، نتعرف إليها في تقرير للزميل بلال مبروك. على عكس نشاط الحركة التجارية التي تميز مدينة صفاقس عن غيرها، تسير الحملات الانتخابية بعد أكثر من أسبوع على انطلاقها، إلا أن الأنشطة الدعائية ما زالت مقتصرة على بعض اللوائح الحزبية. ناشطون مدنيون استغلوا العطلة الأسبوعية لإطلاق حملات تحث المواطنين على القيام بواجبهم الانتخابي. بدأت الحملات الانتخابية من الأحزاب السياسية نوعا ما بثقل شوية بتاع تلقى عباد عاملين ديتونت، فقط حاولنا نفكروا العباد باش راهو 6 مايو اليوم الانتخابي، على الأقل كيجي بعد الحزب السياسي باش يقدم له القائمة بتاعه على الأقل يلقى له هو ديجا مقتنع بأهمية المشاركة في الانتخابات. شبح التلوث يطل برأسه من حين إلى آخر على عاصمة الجنوب. يقول ساكن صفاقس أن المدينة مسجونة بأغلال المصانع ومحطات التكرير المحيطة بها، ما يحتم على المعنيين إيجاد الحلول العاجلة لمشاكل المدينة وعلى رأسها مشكلة التلوث. عندنا تلوث كبير ياسر في صفاقس هنا بصفة كبيرة ياسر. تلوث في كل بقعة. معالجة الاختناق المروري وتطوير النقل العمومي من جملة مطالب المواطنين من المجلس البلدي المرتقب. يعني نقصت برشا لكن ديما الاكتظاظ ياسر، أهم حاجة ويزم المترو. أول حاجة المترو حتى يعملوه من بحر بجبل يدور بس ينقص الموفو، نقص تاكسيات ياسر من هنا. يمني أهالي صفاقس النفس باستحداث منشآت سياحية ومساحات خضراء، يقولون إن مدينتهم تأبى التلوث والاختناق وتستحق إطلالة مشرقة تليق بثاني أكبر المدن التونسية. فضلاً عن ثقلها الديموغرافي والصناعي والفلاحي، لمدينة صفاقس تأثيرها السياسي، ومن ينجح في كسب أصواتها يكون الأوفر حظاً في الإمساك بخيوط الحكم المحلي وبلوغ الاستحقاق البرلماني المقبل برصيد إضافي. بلال مبروك، صفاقس، الميادين. ويبقى معنا بلال مبروك، ولكن من بير علي بن خليفة. يعني بلال، نسأل بداية، كيف تركت يعني صفاقس لناحية الانتخابات، لناحية الأجواء الانتخابية؟ وقد يكون من المهم معرفة يعني الأطراف السياسية الفاعلة في هذا المنطقة. نعم رانا، مرحبا. يعني مدينة صفاقس تشهد في الحقيقة العديد من الحملات الانتخابية، خاصة في الأحياء المجاورة لها والمناطق المجاورة لها، ولكن وتيرة هذه الحملات ما زالت متثقلة في الحقيقة، وما زال نسقها لم يرتفع بعد. يعني المتوقع أن تكون هناك اجتماعات حزبية كبيرة، اجتماعات جماهيرية حزبية أكيد كبيرة في الأسبوع الجاري وفي الأسبوع المقبل أيضا. هناك اجتماعات حزبية كبرى لحزب حركة النهضة وأيضا نداء تونس والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية، وأيضا مع حضور لافت وحضور هام جدا للقائمات المستقلة التي تحاول المراهنة وتحاول مجارات نسق الأحزاب الكبرى لنيل بعض أصوات مدينة وأصوات ناخبي مدينة صفاقس
في الحقيقة عندما يعني زرنا مدينة صفاقس وتزولنا في وسط المدينة وفي أطرافها لم نلحظ يعني حركية بالغة للحملات الانتخابية. هناك وجود لبعض الخيام يعني لبعض الأحزاب التي يعني تحاول توزيع بعض المصريات لبرامجها الانتخابية، وبالتالي نتوقع ارتفاع وتيرة هذه الحملات في المقبل من الأيام. الشغل الشاغل لمواطني صفاقس سارانا هو يعني ما يسمونها بمعضلة التلوث، يعني ربما هذا هو أكبر استحقاق يطالب به يعني الناخبون في مدينة صفاقس. يقولون بأن هناك معضلة كبيرة لأن مدينتهم مدينة جميلة في الحقيقة، وهي تقع على الساحل ومؤهلة بأن تكون مدينة سياحية أو شبه سياحية، ولكن يقولون أن المصانع المحيطة بالمدينة والمجمع الكيميائي أو المجمع الكيميائي يعني يلوث بشكل أو بآخر وجه المدينة الذي يفترض أن يكون جميل. كذلك الازدحام المروري في مدينة صفاقس، يعني هناك نداءات لضرورة ربط وسط المدينة بالقطار الخفيف حتى يقلص شيئا فشيئا من الاختناق المروري في المدينة. هذه ربما أهم مطالب مدينة صفاقس، وبالتالي وزر الإشارة أيضا أرانا بأن مدينة صفاقس تعد محرارا انتخابيا دقيقا جدا، بحيث ما تفصح عنه صندوق الاقتراع في مدينة صفاقس قد يعبر بشكل أو بآخر عن المزاج الانتخابي العام لتونس، وبالتالي هذا هو مكمن الأهمية لمدينة صفاقس سياسيا وانتخابيا. طيب بلال، انتقلت إلى بلدة مجاورة، لو تحدثنا عن خصوصية هذه البلدة، وربما يعني إن كان بالإمكان أن نعرف أيضا تطلعات يعني أهالي بلدة بير علي بن خليفة. نعم، بلدة بير علي أو مدينة بير علي بن خليفة هي تسمى في تونس بأم القرى، لأنها تقريبا أكبر قرية أو أكبر من أكبر المعتمديات دعنا نقول في الجمهورية التونسية. هناك أكثر من 60,000 ساكن في هذه المدينة، وهي مدينة بالطبع فلاحية بالأساس، يعني غابات الزيتون يعني تقريبا يعني تحد المدينة من كل الجهات، وهو ربما مورد الرزق الأساسي في المدينة. ولكن يعني هذه المدينة على كبر حجمها وعلى موقعها الاستراتيجي تفصل بين 4 محافظات كبرى، بين محافظة جابس، محافظة صفاقس، محافظة قيروان، وأيضا محافظة سيدي بوزيد، وهي يعني مؤهلة بأن تكون محافظة. ربما الأهالي يطالبون بأن تصبح هذه المدينة هي محافظة لموقعها الاستراتيجي، وأيضا لأنها من أكبر يعني بلال، يعني لكسب المزيد من الوقت أعرف بأن لديك ضيف بجوارك. نعم. نعم ينضم إلينا في الحقيقة ربما حتى نفهم جيدا أهم الاحتياجات في هذه المنطقة، وخصوصية هذه المنطقة السيد محمد زروق النص المجتمع المدني. سيد محمد بإيجاز شديد، لو نحوصل أهم ربما الاحتياجات لمنطقة بير علي بن خليفة، وماذا تنتظرون من المجلس البلدية المرتقبة في البلديتين في بير علي بن خليفة؟ حقيقة قبل كل شيء وحي قناة الرائدة نحاول نقدم لمحة على المنطقة هذه. هذه المنطقة مغيبة في برامج الحكومات المتعاقبة، فقط لأن احتجاجاتها سلمية، فقط لأنها قدمت أكثر من 9,000 صوت من 13,000 صوت للسلطة الحاكمة، إذن فهي بين قوسين مضمونة بالنسبة للسلطة. هذه المنطقة تموت فيها الأم في وهي تنجب في يعني في المخاض. هذه المنطقة تنتشر فيها أمراض وبائية كما الالتهاب الكبدي، وماتت الطفلة الزهرة مريم زهمول. هذه المنطقة تموت فيها أخيرا الفتاة ملاك الدخيل بإهمال طبي لعدم وجود مرفق صحي ملا. هذه المنطقة تعاني من بلال أعتذر منك ولكن الصورة غير واضحة بالمطلق. أعتذر منك بكل الأحوال، شكرا جزيلا لك أيضا ولضيفك وهو من المجتمع المدني. شكرا جزيلا لك بلال، مبروك. أولاد البلاد إذن يمتهن كارم حرفة الحلاقة منذ أكثر من 20 سنة، لا يعتبرها مجرد مصدر لكسب لقمة العيش بل وسيلة للتواصل مع مختلف الشرائح في المجتمع التونسي. فقرة الأولاد بالبلاد من تونس. وقت اللي صغير مغروم بها أبار الغرام أنا وراثة، روح من المدرسة ديما في حانوت عمي، ديما بحث ولد عمي، معنا من اللي عمري 12 سنة. شوي بشوي تربى الغرام، كنت مغروم من صغري، ديما نحب حكايات الرجال الكبار القصص القديمة، نبدأ شيخ عليهم ديما في الحانوت قاعد معهم. ناسايا نحبك وانتي ناسايا، رسمي لي الحرفة متاعي
كي ما نوسعش بالي مع الحريف نتاعي وناخذ بخاطره، نحاول كي نبدا نخدم الحريف نبدا فرحان ونحكي معاه بضحكه. قال لك فما مثل يقول لك اعطي بنتك الحجام حتى لين تلقى لها راجل، معناها بحيث كان الحجام مركز ثقافي للعباد الكل، معناها فئه المجتمع كل شيء. تكون فنان ما تخدمش الحينات، عمرها ما كانت مهنه، معناها هي فن. هذا انسان يجيك لحيته طويله وشعره طويل، معناها اعتبار طبلو انت يا دوب تزينها. تو معظم الحرفاء نحكيو على مشاغل البلاد، على مشاغل الحياه. معناها الشعب التونسي من بعد الثوره كله ولا معناها تعب له الكاهل نتاعو المصاريف. يوصلوا عندي حرفاء كاخواتي ساعات، حتى قضايا شخصيه نتاعو هو في حياته الشخصيه في عائلته يحكي لي ونحكي له باعتبار عائله، واحد من العائله ولا. في عمر 5 سنين تمنيت نكون طبيب ونكمل دراستي ونكمل نقرا. ربك سبحانه وتعالى وما تشاؤون الا ان شاء الله كما يقولوها. للمساعدة في تغطية الانتخابات البلدية المرتقبة في تونس انتدب فريق من مركز الميادين إلى تونس كواليس الوصول والاستعداد للعمل في هذه اللقطات. سلامة، لاباس عايشة لاباس عليك. أكيد مضايقني الضغط. وعليك الساعة مضايقني الضغط. أوكي كثير مضايقني. أوكي ارتحت نفسيا؟ لا أنا وهي مصيبة واضح كثير. ويمسخ الكلام واه يا عبد الودود. السلامة. مرحبا بك في تونس. شكرا. عايشك. شكرا بيروت الأبرار. إن شاء الله عايشك. ومعك كواليس تونس نصل إلى ختام نافذتنا من تونس وأيضا إلى ختام الانتخابية. إلى اللقاء.